حد فيكم يتخيل ان ممكن مثلا صينية سيليكون ممكن تحل مشكلة من مشاكل التوحد، او مثلا دبدوب ممكن يحل مشكلة من مشاكل التوحد؟ انا كنت وانا صغيرة شايفة نفسي وعارفة اني هبقى حاجة، القدرة على تخطي التحديات والذكاء والكلام ده كله من زمان، وهو اللي وصل لنا زي ما قلنا الإنسان أو خلاه تطور لغاية ما وصل لنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ممكن ناس تانية تتأخر شوية في الخطوة دي، بس تاخدوا الخطوة يا جماعة، ما تسيبوش حاجة تخوفكم. اكتشف نفسك، استثمر في نفسك، كن أنت المشروع.